رح نبلش أولى محطاتنا عفاف بين الماضي وبين الحاضر، وتحديدا بما أنه نحن حكينا اليوم عم نحكي عن طبعا محاولات ما يسمى بالكيان الصهيوني طمس الهوية وأيضا طمس الثقافة من خلال تغيير المفاهيم والحقائق، وهي لعبة امتهنة هذا الكيان المحتل منذ سنين بفلسطين المحتلة. اليوم رح نضيء أكثر إضاءة أوسع عن رموز حضارية وثقافية بالمنطقة العربية وبالأخص ببلاد الشام وفلسطين المحتلة، وكل هاي التفاصيل رح يطلعن عليها ضيفنا اللي دائما بيكون جاهز بمعلومات جديدة وأيضا معلومات قديمة بيدمج بيناتها لحتى تسهل على حتى الشباب الجديد يعرف كيف يستسيخ تاريخه ويحفظه. طبعا ضيفنا لليوم الأستاذ الدليل والباحث السياسي الباحث السياحي عبد الرزاق الحمصي. بتمشي نفس الشيء لأنه السياحة والسياحة نفس الشيء، قريبين من بعض، كله مرتبط مع بعض. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير. صباح الخير أستاذ عبد الرزاق. يعني بداية نحن اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكيد بنشوف كتير أخطاء وكتير شائعات ممكن تكون أخطاء يعني مغلوطة وأخبار ما نصح أبدا وتشويه كمان للحقائق. خلينا نعرف من حضرتك ونحكي أكثر عن تاريخ المنطقة. يعني مو أكيد على كل حال، هي الحركة الصهيونية واليهود المتطرفين بدأوا التشويه من أكثر من 1000 سنة، بس خلينا نضيء على تاريخ المنطقة شوي بعد محطات بسرعة بدقيقتين. تماماً، بلمحة عامة. لمحة إيه عن أهم محطات بتاريخ سوريا وفلسطين أو شرق المتوسط بشكل عام. الحضارة بشرق المتوسط حضارة عريقة جداً، يعني بيتواجد البشر من 1000000 سنة بس الحضارة عمر 10000 سنة. بسوريا في 10000 موقع أثري، يعني ثلث آثار العالم موجودة بهالبلد الصغير، وآثار قديمة مو آثار حديثة، وفي 10 مواقع لطريق الحرير، يعني مخزون حضاري ضخم. اكتشفنا كتير مواقع مهمة، واكتشفنا أرشيف بعدة مدن، خاصة أرشيف إبلة اللي بكرره كتير. هو أرشيف إبلة هو اللي أزعج الصهيونية لأنه كذب كتير ادعاءاتهم. الأرشيف 17000 رقيم ورد فيه المدن، ورد فيه كان في برلمان بإبلة، عقد مؤتمر طبي، برد بذكر إبلة 5000 سنة. بعدين في ماري، في أوغريت، في وثائق. نحن تقريبا إبلة في 17000 رقيم، بس بكل أنحاء سوريا تقريبا 60000 رقيم بالألف الثاني والثالث قبل الميلاد. وهلأ أنا اللي بحكي من وثائق مو خزعبلات وأساطير مثل الصهيونية. الصهيونية أولها وآخرها كذب، هنحكي عن كذباتهم. بس كتير نحن في عنا شيء، حتى فلسطين، فلسطين عندها كتير. المدن المهمة اللي كانت بفلسطين، بدي أحكي عن القدس. القدس عمرها 5000 سنة. أريحة 12000 سنة. 12000 سنة أول تجمع بشري منظم بالكون هو بأريحة. بيسان، يافا، وأسماء عربية. هلا بيسان بيشان، يعني بيت الإله، بيت السلام، بيت الشمس، تجي عدة معاني. يافا الجميلة. نجي لغزة. غزة أم المعارك وأم الصمود وأم كل شيء بهالدنيا. يعني هلا يعني في أساطير، في إعجاز عم يصير بإبلة، وفي مجازر ضخمة عم تصير بإبلة، عفوا بغزة. غزة اسمها هزاتو، وردت بتل العمارنة بمصر من 5000 سنة. وكل المدن الفلسطينية وردت بالوثائق السورية والوثائق المصرية، يعني مدن قديمة عربية بعدين صارت آرامية وعربية، يعني أسماء عربية ما لهم شيء، ما لها أي شيء بالصهيونية والصهاينة. غزة كانت نقطة انطلاق بين مصر وسوريا. سوريا حدودها مع مصر كانت سيناء من الألف الثاني قبل الميلاد للحرب العالمية الأولى. نقطة انطلاق غزة، وغزة تصدت للصليبيين وتصدت للمغول، دائما كانت تصدر، محكوم عليها إبلة أنه هي مدينة مقاومة من فجر التاريخ، وكانت تنتصر ولا شك حتنتصر رغم كل اللي عم يصير بي. فإذا مدن، حتى يعني المدن الفلسطينية وفلسطين تاريخ وفي هوية، في مطبخ فلسطيني، صحيح، في زي فلسطيني، في تراث فلسطيني، يعني هذا زي الفلسطيني وتراث فلسطيني قديم. هلأ هاي
اشتقى من الزي الفلسطيني. الايتامين، الايتامين الموجود. ايه هلا سمبلي تبع خليل، سمبلة قمح الخليل وقمر بيت لحم. بعتقد تكون زهرة. واضحة. في سيدة فلسطينية الفنانة نورة حبش عم تجسدهم هلا على، هي دول من ازياء كمان الازياء الفلسطينية. بتشوفوا هي الضفيرة الآرامية من أولى، سوري، هي الضفيرة الآرامية هلا بتشوفوها بالبيوت الدمشقية وبتشوفوها بيوت القدس. هي موجودة ما بعبد عين دارة الآرامي من الألف الأول قبل الميلاد. بتشوفوها على الكمام تبع الأزياء الفلسطينية. صحيح. وعلى أطراف الروب والأسواب الفلسطينية. القصد إنه نحن الفلسطين هوية، هوية وتراث وثقافة وتاريخ وعراقة، يعني بكل شيء. حتى الكوفية يعني أستاذ اليوم لما بيقولوا الكوفية هي مو مجرد رمز عادي، هي تعني. هاي الكوفية جتني من أمريكا من أحد النشطاء اللي رافقته اسمه جيفري، قاد مظاهرات سابقا وحاليا ضد السياسة الأمريكية وضد الصهيونية وضد إسرائيل. شوف هي مكتوب عليها بال استعرضناها. ايه الكوفية طبعا هي رمز فلسطيني. هذا الصحن صنع الخليل. والجرس اذا تمسكيه بايدك طبعا هذا من بيت لحم. هدول حصلت عليهم تقريبا من 20 سنة خلال معرض دمشق الدولي، كان في جناح فلسطيني مشارك. يعني القصد انه في هوية. اليهود شتات، مو الفلسطيني شتات، اليهود هن الشتات. يعني هذا المصطلح هن اطلقوه على الفلسطينيين، هن يطلقوه على نفسهم. اجوا وما قدروا يساووا اي هويه لهم. هلا مقاومه الدوله يكون في هويه، في مطبخ، في لبس، في تراث، في اغاني فلسطينيه، هن ما عندهم شيء. عم يسبوا الحمص والمتبل لهم والفلافل لهم، بس هن ما عندهم شيء. الصهيونيه ما عندها اي شيء. حاجي لمراحل التشويه يلي بلشت مثل ما قلت من 950 ميلادي. بعض المتطرفون اليهود بدأوا يعبثوا بالأديان سواء المسيحية ولا الإسلام، صاروا يلعبوا بالتفسير وجندوا ناس يهود على أساس أنهم علماء دين مسلمين ليلعبوا التفسير القرآن الكريم. وبالنسبة للمسيحية كمان كتير حاولوا يساووا انقسامات وصراعات، وهن اللي ابتدعوا التطرف الديني بالمسيحية والإسلام. ما كان في تطرف بالإسلام ولا كان في تطرف، التطرف هو بدعة يهودية متطرفة. أنا ما عندي شيء ضد اليهود على فكرة، اليهودية والإسلام والمسيحية هن جزء من تراثنا الروحي، يعني معترفين فيه من إيماننا أيضا وإيماننا، إيماننا قيمنا الروحية. بس أنا ضد التطرف اليهودي بعدين الصهيوني. صح. يلي هو حتى الزيف اليهودية. هلا الصهيونية هي على عداء مع اليهودية. برجع ل 950 ميلادي وقت بدأوا يعبثوا بالأديان وكلفوا ناس، حتى في تطرف مسيحي بأوروبا هن كانوا وراء بقرن 11 و12 و13. يعني كان يطلع عالم بالرياضيات أو بالفيزياء أو كذا يخترع نظرية مهمة يعدموه بالمقصلة بأمر البابا. هذا كان فيه تطرف مسيحي وقدروا يتخلصوا منه. تطورت أوروبا بعد التخلص من التطرف الديني المسيحي. للأسف نحن لساتنا مبليين بالتطرف الإسلامي بالمنطقة هي، لأن الصهيونية عم تغذي التطرف الإسلامي والتكفير. إسلام ما في تكفير، لا أكرهها بالدين، قاعدة شرعية معروفة. كيف لا أكرهها بالدين وعم تكفر هالعالم كلياتها اللي ما بيكونوا معكم. برجع للرموز اللي قعدوا يستخدموها، هي كانت رموز سورية ووطنية وفلسطينية، صاروا يستخدموها مثل نجمة السداسية. النجمة السداسية استخدمت مصر رمز للملك أمبسو إله المطر من الألف الثالث قبل الميلاد 5000 سنة. وإذا دخلتوا على متحف حلب كنتوا بمتحف حلب هلا، أول غزانة على اليسار بأول قاعة، في جرار فخار وفي صحون فخار. أحد الصحون مزين بنجمة السداسية، عمر الصحن 4000 قبل الميلاد، 3000 قبل داود و4000 قبل الميلاد. نحن كنا نستخدمها. هلأ كان قبل منا يستخدموا نجمة بثلاث رؤوس، هي رمز الخصوبة النسائية، صاروا يستخدموا التنتين سوا يعني رجل وامرأة. هذا رمزة هن استخدموها. ما عندهم شيء، ما عندهم شيء نهائيا.
حتى زيفوا التوراة. هلا وقت كانوا يكتشفوا نصوص أصلية التوراة كانت الصهيونية تتلفها لأنه هذا التوراة مزيف وفيه خزعبلات كتير. هلا نحن هون كمان وقت بيجي واحد بيقول لك ورد بالتوراة، هذا التوراة مزيف فاتل. يعني مصادرنا ما أنا يعني أنا بستخدم كل المصادر، بس التوراة المزيف مو معقول استخدمه. صح. يعني بنطلع بالإعلام بيطلعوا أساتذة التاريخ بيزيف، وهي نجمة داود حتى اللغة العبرية، ما في لغة عبرية بالعالم، ما في شيء اسمه لغة عبرية، هن آرامي. هلا اليهود اللي كانوا محيطين بالمسيح شو كانوا يحكوا؟ آرامي. بقال منين اخذوها؟ مع مرور الزمن من 200 300 سنة بدأوا ياخذوا الأحرف الآرامية، غيروا شكلها شوي سموه عبري. بس ما في شيء اسمه عبري بالتاريخ، ما في شيء اسمه عبري، يعني كلها خزعبلات. حتى مملكة إسرائيل المزعومة ما في أي إثبات. هلا طلعت مع علماء آثار اشتغلوا بالقدس حفريات، والحفريات بالقدس صار لها أكثر من 50 سنة لم يجدوا شيء نهائيا، سواء علماء صهاينة ولا علماء بالعالم. أنا طلعت مع علماء قالوا لي ما وجدنا شيء ولا حنجد شيء ولا في شيء. اكتشاف مملكة إبلا جن جنون الصهيونية. الصهيونية كانت تقول إنه بشرق المتوسط ما في حضارة بس حضارة إسرائيل. بعد اكتشاف إبلة كل الادعاءات تبع الصهيونية تكذبت، لأنه بأرشيف إبلة كل المدن اللي كانت موجودة بالمنطقة بالألف الثالث قبل الميلاد مذكورة بأرشيف إبلة، وما حدث بالمدن ما في شيء عن شيء مملكة إسرائيل المزعومة بكل الوثائق اللي موجودة بمصر أو بسوريا أو بالعراق. ما في أي شيء، ما في أي إثبات ولا في شيء، كله كذب. حتى بالتورات المزيف صاروا ياخذوا الاساطير الموجوده مثلا بأور وبابل وماري وأوغاريت وإبلا. مثلا اسطوره جلجامش، اسطوره جلجامش وردت بعده مواقع بسوريا وبالعراق وحتى وردت بارشيف إبلا. اسطوره جلجامش عم جيبها لانه هي معروفه، اسطوره جلجامش في نص موجود بمنتشر حطوه بالتورات المزيف، حطوا اساطير اللي كانت موجوده ودخلوا خزعبلات والقتل والتكفير والكذا. يعني ما كلام رب العالمين هيك، هذا انه اقتل البشر والبشر حشرات، هذا ما كان رب العالمين بيحكي هيك. او البشر خطأنا، بعض البشر الله خلقهم بالغلط موجود بالتوراة المزيف، هذا لا ما موجود، رب العالمين ما بيحكي هالكلام هذا، يعني ما هذا ما له كلام منزل. فاذا التوراة مزيف أكيد. يعني اليوم حضرتك عم تحكي عن التشويه عبر التاريخ اللي مارسته الصهيونية من آلاف السنين إلى اليوم، لأي درجة اليوم استطعنا أيضا نحن من خلال حفظنا للتراث وحفظنا للهوية وطبعا الصمود اللي موجود بأهلنا بفلسطين بالإرادة لحتى تبقى هاي الأرض هي أرض الحق مثل ما بنعرف، قديه نحن اليوم بحاجة يمكن لكتير من الأحاديث بالبرامج وغيرها لحتى نضل نكشف هذا التزييف والتشويه اللي عم بيمارس؟ مدام سلمى أنت بتعرفيني أنا كنت هذا عم عاني كتير منه وعم اتعرض لضغوط كتير، لأني عم احكي تاريخ سوريا ببناء على وثائق، ما عم احكي عن خرافات وأساطير. ورد بقول جملة برد بكررها وبيزعلوا مني بعض الناس، تاريخنا ما له أتراك وتورات، التورات المزيف. أنا ما لي ضد الأتراك ولا لي ضد التورات ولا لي ضد اليهودية، بس ضد التزييف. يعني كتير حتى بتطلع للأسف، يعني للأسف بيطلع ببرامج حتى بالإعلام المقاوم عن خطأ عن غير خطأ. يعني في ناس بيطلعوا بيخبصوا، يعني هلا عم يحكوا على مدن فلسطينية أحيانا وعلى أساس أنه عم يحكوا تاريخ فلسطين، بيقولوا ورد في التوراة. هذا التوراة مزيف، يعني ما نستخدمه كمصدر. هلا في عنا وثائق فلسطينية، وثائق مصرية، وثائق نحكي فيها. التزييف في ناس عم تتصدى له، وفي ناس عم تعادي، وفي ناس اغتيلت. ناجي العلي اغتيل، هو قال قبل ما يختار قال من يكتب عن فلسطين أو يرسم عن فلسطين سيموت، بس رسالته موجودة. صح، رسالته موجودة، هي قام باغتيالات كتير. وأنا بستمر بهالشغلة وعم اتعرض لضغوط لحتى موت، ما فارق. يعطيك طول العمر، ما فارق. يعني رسالة إن شاء الله منقدمها، وفي مو بس أنا، في غيري، بس في شيء خطأ عم يصير كبير. هلأ التشويه منين عم يجي؟
هلا اللي درسوا تاريخ بسوريا او بعض الدول العربيه طول عمره اختصاص بالتاريخ او الاثار برات سوريا بالمانيا باوروبا بكندا بامريكا، كثير منهم اللي اشرف على رساله الدكتوراه تبعهم صهيوني درسوهم الاسرائيليات، سواء جندوهم ولا ما جندوهم عم يجي يدرسنا الاسرائيليات للاسف. هلا انا كثير ما عانيت مع الاجانب، اشتغلت 30 سنه واشتغلت مع علماء آثار 10 سنين من 2000 لل 2010. كل سنة كان في وفدين educational tour، هدول علماء آثار من كل أنحاء العالم، كنت أعطيهم محاضرة. أول جولة طلعت فيهم أول يوم وأعطيتهم محاضرة، رئيسة المجموعة قالت لهم اجمعوا الكتب اللي معكم، قالت لي بدي حاوية أكب الكتب، وكبت الكتب بالحاوية، قال لهم هي إسرائيليات اسمعوا لعبدول. انا بيقولوا لي عبدول اجن، اسمعوا لعبدول. يعني انا بقول امتى بدنا نكب الكتب اللي عنا اللي بتعتمد على الاسرائيليات، مو لازم نكبها بقى؟ طبعا يعني كثير زادت. انا بقول حتى اللي عم يشوه تاريخ سوريا ارهابي ولازم يتعاقب بقى، واللي عم يحط البرامج كمان يعني كثير، وخاصة على مثل ما قالت الأنسة على وسائل التواصل الاجتماعي زايدة هلا من حرب غزة لهلا زايدة. خلينا نوضح أستاذ عبد الرزاق الهدف الأساسي من هذا التشويه. شوفي التاريخ، أنا ما بذكر التاريخ لعيش بالتاريخ، التاريخ مدرسة وبعطيه انتماء. هلا تأسيس دولة في إلى جذور، جذورها هي التاريخية وآثارها. التشويه بضعف الانتماء. هلا انا وقت اجي للانسان السوري اقول له انت ما عمرت شيء، جدودك لا عمروا شيء ولا سووا شيء، هاي كاريدور، اجوا ناس عمروا وراحوا، تاريخك اتراك، تاريخك تورات. ما عاد له انتماء انه شو السوريه تبعه، لا تاريخه ابله وماري وقريت واول برلمان واول مدرسه واول ابجديه واول لغات واول كل شيء، اول بالعالم، اول مدن، حلب وابله وحما مشرفة شرع حمص ودمشق، هدول خمس مدن عمره 5000 سنة، محاطة بأسوار كان فيها قصر للحاكم نظام ري، إبلة سيطرت على طرق التجارة بالعالم. المهندس السوري أبولو الدمشقي عمر روما، روما هلأ بتستقبل 30 مليون سائح كل سنة ليشوفوا الآثار اللي عمرها أبولو دور الدمشقي. بيجي ناس بتتنكر سواء من الداخل، هلا الحرب نحن مركب بحرب اقتصاديه اعلاميه ثقافيه، في عوامل خارجيه وفي عوامل داخليه بس مجنده من العوامل الخارجيه. لذلك هي هدف انه تضعف الانتماء، يلي بيعرف جذوره عنده انتماء، يلي فقد جذوره خلص بتيجي نسمه هواء بتطيره. صحيح. وبعدين اللي بيحب تاريخ بلده والمشرف الحقيقي نقدمه عن طريق معلومات موثقه، وتاريخنا جميل ونبتعد عن المصطلحات. هلا احيانا في ناس بيحكي تاريخ صح، بيطلع مثلا ابله برونز وسيط، شو فهمتي من كلمه برونز وسيط؟ ابله 5000 سنه، يعني لا يحكي مصطلحات، خلي اللي عمره 7 سنين و70 سنه يفهم عليه. بقى عرفتي شو الغايه من التشويه؟ طبعا هي بدها تاسس دوله من الكذب، نحن عندنا جذور، هي بدها تمحي لنا جذورنا وتدعي حتى عم تاخذ جذورنا تحطها تنسبها لها، هي ما لها شيء، هي دولة كذابة وكذب صهيوني من أول إلى آخر صهيوني. بعدين قيامت باغتيالات كثير ناس اللي عرضوا الصهيونية. هلأ في لوردات بريطانيين كانوا معارضين للصهيوني اغتيلوا بالأربعينات، في وزير سويدي كمان اغتيل، الصهيوني اغتالته لأنه كل واحد عم يرفع صوته عم تغتاله. بس على فكرة هلأ حاليا ناطحة سحاب تبع الكذب انهارت بسبب شهداء غزة، انفضحوا. صحيح. انفضحوا. بعدين وين بيقولوا أرض بلا شعب ولا شعب بلا أرض، هذا كان الشعب عم يقومكم مين؟ هاد شعب عنده حضارة متمسك، امرأة عم تستشهد ولابسة الثوب الفلسطيني والتطريز الفلسطيني، لذلك هن متمسكين بهويتهم، هي الهوية تمسك فيها. نحن إعادة كتابة تاريخ سوريا بوثائق سورية، ومثل ما قلت نمزق الكتب اللي بتمجد الإسرائيليات أو بتعتمدها، نمزقها فورا.
ونعاقبهم اللي عم يسووا هيك، سواء عم يظهر بالإعلام عن قصد غير قصد، هذا إنسان مثله مثل الإرهابي، مثل صهيوني. صهيوني عن هوى، عن قصد ولا عن غير قصد، هو صهيوني وعم يمارس الأكاذيب الصهيونية علينا وعم يخرب. بس الصحوة كتير حلوة هالأيام، يعني أنا مبسوط بهالصحوة. حضرتك جايب لنا كتاب، خلينا نشوف. هلأ كتاب هون لشهادات يهود، في شهادات يهود ضد الصهيونية. شو اسمه؟ يهود لا إسرائيليين. مين المؤلف؟ هذا مترجمه سليم نعامي، مترجم مقالات ليهود ضد. يا إلهي اليوم كل الحجب الكثيفة وتيارة الحيل والنفاق، ورغم التلاعب بالألفاظ تحاول تزييف وقائع التاريخ. هي عم يهاجم الصهيونية. فإن الحقيقة تبدو أمامي مؤلمة، وهي أن الصهاينة اغتصبوا بقوة السلاح بيوت والأراضي الفلاحين والعمال والتجار العرب في فلسطين. موشي نوحين يهودي، يهودي بس ماله صهيوني. هلا على فكرة أنا من خلال شغلي رافقت نشطاء كتير. أنا ما عم بالغ إذا قلت ثلثين يهود العالم هلا ضد الصهيونية وإسرائيل. صفي بعض المتخاذلين العرب. لأنه هي عم تنحو نحو إنه هي تبيد اليهود كلهم من دون طبعاً. يعني هاي الصهيونية رح تبيد اليهودية بأجمع. اغتالوا يهود. هلا في حادث صار بدمشق بداية القرن الماضي. يهود دمشق كانوا متمسكين بدمشق. هي حوادث شفناها كثير بدول عربية قبل. بس بذكر حادث معروف هي بدمشق. صاروا رفضوا يهاجروا. هي بدأت هجرة قبل 48. رفضوا يهاجروا. صارت تغتال بعضهم وتتهم المسلم أو المسيحي باغتيالهم. صحيح. هي على طول كل الاغتيالات يساوتها الصهيونية بتتهم الغير. بتضرب عصفورين بحجر. بتساوي فتنة وهي بتكون ورا الاغتيالات. اغتالت كمال عدوان. اغتالت كمال ناصر. اغتالت حتى اضطهدت ناس، يعني مثل هيلاريوم كابوتشي كان مناضل فكري. وعندنا حادثة قديمة جدا. اضطهدوه وحبسوه وعذبوه. بس قدم رسالة. هو هذا من الناس اللي نهضوا الصهيونية كتير. هيلاريوم كابوتشي معروف فيه انتم بوجداننا. هذا بقى في شهادات ليهود ضد الصهيونية. هلا يهود العالم بيقول لك انه هدول عم يمتصوا اموالنا. هن اليمين المتطرف الصهيوني بده يخلي المنطقة بحالة حرب لامتصاص أموال العالم. هلا أمريكا دفعت لهم بهالشهرين 18 مليار. 18 مليار حالكم شو تتخيلوا؟ ميزانية سوريا لمدة 3 سنوات. يعني لو كان في سلم أو ما كان في دولة سلم، ما في، يعني هن ما بدهم سلم، لأنه السلم ما بيقعدوا بيعطوه المصاري. هن هدول كوربتيد فاسدين اللي اليمين المتطرف. اليمين المتطرف حتى من اليهود اذا طلع عم يحكي بالسلم مثل رابين اغتالوه. ما بدهم سلم، بدهم المنطقه بحاله حرب بدعم كمان من اليمين المتطرف الامريكي. في لوبيات امريكيه، لوبي نفط ولوبي صهيوني، كلهم هدول بدعم منهم بيشتغلي بالتشويه والقتل واغتيالات. اغتالوا كثير قامات سوريا. معنا وقت نحن. تفضل استاذ، بس خلينا هيك ننوه على نقطه مهمه. قد ايه ممكن المعرفه التاريخيه لكل شخص اليوم ان كان سوري ولا عربي او حتى فلسطيني، يعني المعرفه التاريخيه بتساعده حتى لانه يدافع عن حاله بشراسه اكثر لحتى كمان يتصدى لكل هي المحاولات. برافو عليك. هلا انا هذا اللي عم اقوله. انا من وقت ما كنت شاب صغير هلا حسيت انه في فجوه بالتاريخ. يعني بيقولوا الهجرات الجنوب، انا ما بدي احكي هذا المصطلح اللي بيقولوا عنه واللغات اللي اجت من الجنوب. على فكره في كثير مهم، التاريخ مهم، هو الهويه. اللي ما عنده تاريخ ما عنده هويه. هلا اللغه العربيه، طالما في وقت، اللغه العربيه ما اجت من الجنوب، اجت من ابله. وجدنا بابله 1200 كلمه وجمله وتصريف فعل موجود بأرشيف إبلة نستخدمه حاليا بالعربي. هلأ شوفوا هاي: زيكار تذكر، زيرتون زيتون، بوكار ولد بكر، أرز توم أرز، إحقار محترم، ملكو ملك، إيدو إيد. هدول استخدمت بإبلة واستخدمت بالفينيقي واستخدمت بالآرامي والسرياني وهلأ بنستخدمها بالعربي.
يعني شيء مؤسف جدا جدا جدا. يعني الإسرائيليات هي بتقول انه اللغة العربية اجت من الجنوب. هلا هذا الكلام 1200 كلمة بوضعه برسم المجمع اللغة العربية انه يبحثوا عن جذور اللغة العربية. 1200 كلمة وجملة وفعل، هذا مو عدد قليل. اجت اللغة العربية من قبل من وسط سوريا، نحن عطينا للعرب لغتهم. نعم، يعني هي معلومات جدا مهمة. بدي ارجع اتشكرك لوجودك معنا، لدائما بتغني صباحنا بمعلومات تاريخية. بنتمنى اكيد نكون وصلنا لكل الناس بعض الرسائل والرموز الثقافية المهمة عن حضاراتنا بسوريا وفلسطين. شكرا لك استاذ عبد الرزاق. كل عام بخير. وانت بخير. وسوريا رغم الوقت الصعب باقية ومنتصرة. اكيد. شكرا لك استاذ عبد الرزاق. اهلا وسهلا فيك.